لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله طلاب الصف الرابع كذيب بن خلدون الياسمين، في معكم الأستاذ أحمد خبلان مادة الاجتماعيات. طيب، تعرفنا في الدرس السابق طلابي الأعزاء عن الأسرة، ودرسنا أهم واجبات أفراد الأسرة مع بعضهم وما تتكون الأسرة وأشياء كثيرة. الآن سوف نكمل الجزء الثاني من الدرس عن الأسرة. طبعا استعرض سريعا، تعلمنا وتعرفنا ما هي أهمية الأسرة وماذا يعني تعاون أفراد الأسرة مع بعضهم في المنزل، وقلنا أن الأسرة هي أساس المجتمع وتتكون من أب وأم وأولاد، وأيضا تعرفنا على أقرباء الأقرباء من جهة الأب ومن جهة الأم، جد والجدة، الأعمام والعمة من أقرباء إخوة الأب، وتعرفنا أيضا على الجد والجدة واللي هم وأب الأم ووالدة الأم، وأيضا كذلك الخال والخالة اللي هم إخوة الأم. طيب، وإذا تعلمنا عن أهم واجبات أفراد الأسرة مع بعضهم وكيف يجب أن تكون العلاقة بين أفراد الأسرة كما ذكرنا، ونعيد سريعا، فقط نلعب معا، يلبي كل منا احتياجات الآخر، نأكل معا، يحافظ كل منا على الآخر، يحب كل منا الآخر، يعتني كل منا بالآخر، ونعمل معا. إذا لو اختصرنا كل هذه الأشياء، كيف يجب أن تكون علاقة أفراد الأسرة مع بعضهم؟ نقول علاقة محبة وتعاون وعلاقة تفاهم وعلاقة مودة. يجب أن تكون علاقة جيدة بين أفراد الأسرة من حيث التعاون والتفاهم والتكامل والمحبة والمساعدة، وبالدرجة الأولى طبعا هي يأتي احترام وطاعة الوالدين الأب والأم، أما مع الإخوة وهي علاقة احترام وأيضا علاقة جيدة، ونسمع كلام الكبير ونعطف على الصغير. طيب، الآن ننتقل إلى النشاط رقم 1، يكمل الطلبة الفراغات الآتية. لا، ما هي أهم حقوق الأب والأم؟ ما هي أهم حقوق الأب والأم على الأبناء؟ نحن نعلم أعزائي الطلاب أن للأب والأم حقوق كثيرة جدا علينا. كل إنسان يجب أن يقوم تجاه الأب والأم بأشياء كثيرة تسمى حقوق، حقوق الأب والأم على الأولاد. يعني نحن إيش واجبنا تجاه لأبائنا وأمهاتنا؟ كيف نعاملهم؟ كيف نتصرف معهم؟ كيف نتعامل معهم؟ ما هي حقوقهم علينا؟ ما هي واجباتنا تجاههم؟ هذه كلها اسمها حقوق الأب والأم. ولو سألنا أي إنسان أو أي طالب لا عدد كثيرا منها، معروف من حقوق الأب والأم وهي كثيرة. هم الآن ذاكرين في المثال في النشاط رقم 1 ذاكرين الاحترام والتقدير لهما، أكيد هذه في الدرجة الأولى احترام والتقدير لهما، الاحترام والتقدير لهما. أيضا هنا الطاعة، طاعتهم، يعني إذا طلب منك مثلا والدك طلب منك أي أمر مباشرة تطيعه، أي تلبي هذا الأمر وتقوم به. أيضا البر بهما، أيضا البر وهي نفس الطاعة لهم والإحسان لهم والمعاملة الحسنة لهم والاحترام لهم، كل هذه وأوجه البر. طيب، الآن سوف نكمل من حقوق الأب والأم، سوف نذكر 5 أشياء أخرى. مثلا مثل إيش؟ يلا، هذا سؤال للجميع وابدأوا بالحل. يلا، ما هي أهم حقوق الأب والأم غير هذه المذكورة، غير الاحترام والتقدير وغير البر بهما وغير الطاعة؟ من يذكر لنا من أهم حقوق الأب والأم؟ أشياء كثيرة جدا، منها مثلا، أنا أريد أن تفكروا أنتم بالإجابة وتحلوا على الكتاب. مثلا الدعاء لهما، وهذه مهمة جدا جدا،
الأب والأم لهم حقوق وفضل علينا كبير جدا، فيجب أن ندعو لهم دائما في كل وقت، بعد الصلاة مثلا المفروضة، في الليل، في أي وقت، في أي وقت متاح لنا الدعاء لهما، وندعو لهم بأن يجازي، نقول اللهم جازهم عنا كل خير، ربي مثلا اغفر لهم وارحمهم، ربي اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرة، يعني أدعية كثيرة جدا للأب والأم، فهم يستحقوا منا الدعاء، لأن لهم فضل كبير علينا جدا. أيضا إيش من حقوق الأب والأم؟ ماذا؟ مثلا الإحسان لهما، الإحسان لهما، ولا تزعجهم أبدا، تحسن لهم، تعاملهم كل محبة وكل احترام، ومباشرة تلبي احتياجاتهم، ما ترفض لهم أي طلب، ما تتأفف منهم، ولا نزجرهم، ولا نرفض لهم طلبا، ولا مثلا نصرخ في وجههم أبدا، كل الإحسان والتقدير لهما. أيضا من حقوق الأب والأم مثلا عدم التأفف منهما. إيش يعني عدم التأفف؟ يعني لو طلب منك شيء، مثلا والدتك طلبت منك أي أمر، لا تتأفف، يعني لا ترفض ولا تنزعج، ولا تظهر لها أنك منزعج من هذا الأمر أو من هذا الطلب، ولا تقول لها مثلا خلي أخي الثاني يقوم بهذا الأمر، أو لماذا لا يقوم أخي فلان بهذا الشيء، لماذا لا تقول لأخي، لا هذا كل هذا من التأفف والتذمر أو الرفض لطلباتهم، هذا مرفوض أبدا، ممنوع ولا يجب أن نقوم به. عدم التأفف منهما. أيضا إيش مثلا؟ تأمين احتياجاتهم، تأمين احتياجاتهم، أي حاجة لهم نؤمنها لهم، خاصة إذا الإنسان كبر وأصبح عنده عمل وأصبح والديه كبار في السن، يجب أن يؤمن لهم احتياجاتهم، كل ما يحتاجونه. أيضا التواضع لهما، التواضع لهما، أكيد يجب الإنسان يكون متواضع مع والديه، والتواضع طبعا هو عكس التكبر، الإنسان لا يظهر لوالديه أي نوع من أنواع التكبر أو العظمة، أو مثلا حتى ولو إنسان كبر مثلا وأصبح له مثلا منصب كبير، وزير، أي شيء، أي منصب، أي عمل يقوم به أمام والديه لا يظهر هذا، ولا يتكبر، ولا يظهر لهما إلا كل تواضع واحترام ومحبة. طيب هذه من أهم حقوق الأب والأم. الآن سوف ننتقل إلى النشاط الثاني. طيب الآن نحن درسنا قبل قليل حقوق الأب والأم، الآن نأتي إلى العكس، ما هي حقوق الأولاد؟ أيضا للأولاد حقوق طبعا، كما للأب والأم حقوق علينا، أيضا نحن أو للأبناء أيضا حقوق على الأب والأم. الأولاد حقوق على الوالدين، فما هي؟ يعني أنت لك حق عليهم، يعني هم أيضا يجب أن يقوموا تجاهك ويؤمنوا لك أشياء كثيرة. ما هي أهم حقوق الأولاد؟ كما نرى عندنا ثلاث أشياء، ونحن سوف نضيف اثنين. أول شيء من أول حقوق الأولاد حسن اختيار الاسم، حسن اختيار الاسم، يعني الطفل أول ما يولد طبعا من يسميه؟ والديه أكيد، الأب والأم. الإنسان لا يملك أن يسمي نفسه أبدا، أنت تكبر وإذ لك اسم قد سميت به، فمن المسؤول عن الاسم؟ الأب والأم. فواجب عليهم أن يختاروا اسما حسنا، وخاصة نحن مسلمين يجب أن تكون أسماءنا متوافقة مع ديننا العظيم، فهذا أهم حقوق الأولاد على الوالدين، حسن اختيار الاسم. طيب أيضا تجنب الإيذاء، تجنب الإيذاء، يعني لا يجب على الوالدين أن يؤذوا أبنائهم، يعني إما مثلا افترض في ضرب الزائد، أو مثلا الكلام الجارح، أو أي شيء من أنواع أو أي نوع من أنواع الإيذاء. أكيد طبعا بشكل عام الأب والأم أكثر الناس عطفا على أولادهم، أكيد يعني لا يعطف عليك أحد مثل أبوك وأمك، أكيد هذا الشيء أكيد. طيب من حقوق الأولاد أيضا الرضاعة والتربية، الرضاعة والتربية، هذه معروفة، يعني أول ما يولد الطفل يكون صغيرا لا يستطيع أن يأكل، طبعا الطفل يحتاج إلى رضاعة، ومن يقوم برضاعته؟ طبعا الأم تقوم برضاعة الطفل وهو صغير،
وممكن أن نستعين بالحليب الذي يباع في الصيدليات وغيره، ممكن أيضا هذا. المهم من حقوق الأولاد الرضاعة. طبعا الطفل عندما يولد من مسؤول عنه؟ طبعا أبوه وأمه في الدرجة الأولى في تأمين الغذاء والطعام والرضاعة وغيره. أيضا التربية، وهذه مهمة جدا، من حقوق الأولاد حسن التربية. أيضا الطفل وهو صغير يجب أن يقوم والديه بتربيته على الإسلام والقيم الإسلامية وعلى أخلاق الحسنة والحميدة، ومثلا يعلموه الكلمات الجيدة اللطيفة. والفرض مثلا الطفل تلفظ بألفاظ مثلا سيئة، يجب على الوالدين مباشرة أن ينهوه عنها، وأن يعلموه وأن يربوه التربية الحسنة الجيدة، من ألفاظ، من كلمات، من أسلوب، من أخلاق وصفات حسنة. ثم طبعا يعلمهم الصلاة وتعاليم ديننا الإسلامي وكل الصفات الحسنة والأخلاق الحميدة. كل هذه يجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أبنائهم ويربوهم عليها وهم صغار، منذ صغرهم. منذ صغرهم طبعا تبدأ التربية. طيب، من يضيف لنا أشياء أخرى؟ الآن ذكرنا ثلاثة من حقوق الأولاد. أيضا من يضيف لنا حق آخر؟ يلا فكروا بالإجابة. من حقوق الأولاد أيضا غير هذه الثلاثة عندنا مثلا النفقة. مثلا النفقة، أنت الآن مثلا عزيز الطالب، أنت الآن في الصف الرابع، من ينفق عليك؟ من يؤمن لك حاجاتك؟ الإنسان أو الطفل أو الأولاد يحتاجون أشياء كثيرة، من طعام، غذاء، لباس، أدوات المدرسة، كل ما تحتاجه أنت. من ينفق عليك؟ من يشتري لك ملابسك وأشياءك وكل شيء تحتاجه، والطعام والغذاء؟ من؟ طبعا الوالدين هم المسؤولون عن هذا الأمر. الوالد بالذات هو مسؤول عن النفقة وتأمين احتياجات أفراد أسرته. أيضا من حقوق الأولاد العدل والمحبة والعطف. أن يعدلوا الوالدين، يجب أن يعدلوا بين أبنائهم، يعني ما يميزوا أحد عن الآخر، ما يظهروا لواحد مثلا أنه لا يحبونه ويحبون أخيه أكثر، لا، العدل بين الأولاد. مثلا أو مثلا في حال مثلا الشراء أي شيء، يجب أن يكون للجميع، يجب أن يكون هناك عدل بين الأولاد. أيضا محبة، العطف، ذكرناها قبل قليل، ويعني هذه معروفة، أن أي والدين أصلا، أي أب أي أم يحبون أبنائهم حبا شديدا. هذه من أهم حقوق الأولاد. الآن ننتقل للفقرة الأخيرة، ما هي أهم حقوق الطلبة؟ ما هي أهم حقوق الطلبة في المدرسة؟ طيب طبعا ما يستحقه الطلبة في حياتهم. أنت كطالب، نحن نأخذ مثال، يحق للطلبة المدارس تناول وجبة غذائية صحية في أثناء اليوم الدراسي في وقت الفسحة. معروف أنتم كما كنا في المدرسة، في كل فسحة الطلاب يذهبون ويتناولون وجبة غذائية، وهذه ضرورية جدا طبعا. فتناول وجبة غذائية في وقت الفسحة معروف، هذه من أهم حقوق الطلبة. طيب أيضا المسؤولية، في شيء اسمه المسؤولية. المسؤولية هي عبارة عن واجب أو عمل يلتزم الفرد أو المجتمع تنفيذه. يعني أنت كإنسان كفرد أنت مسؤول عن أشياء كثيرة يجب أن تقوم بها، هي عبارة عن واجبات أو أعمال يلتزم الإنسان بها. وأيضا كمجتمع ملتزم بكثير من الواجبات يجب أن نقوم بها. هم ذاكرين هنا مثال، مثل إيش؟ مثلا بعد تناول أحمد وجبة الطعام أو وجبة الطعام، يتحمل مسؤولية رمي المخلفات في سلة المهملات. أو نأخذ مثال آخر، مثلا أنت في المدرسة في الفسحة اشتريت مثلا أي شيء من المقصف، يجب أن بعد أن تنتهي طبعا من الأكل يجب أن ترمي المخلفات والأوساخ أين؟ كما نشاهد في الشكل هنا، في سلة المهملات. يجب أن نحافظ على النظافة، هذه من مسؤولية أي طالب وأي فرد وأي إنسان، المحافظة على النظافة، ترمي الأشياء في أماكن مخصص لها، في سلة مهملات، حتى في البيت وليس فقط في المدرسة. في البيت يجب أن تحافظ على النظافة، في أي مكان أصلا يجب على الإنسان أن يحافظ على النظافة، وعلى واجبات كثيرة جدا أيضا. طيب، نكون هنا قد انتهينا من درس الأسرة،
لو راجعنا سريعا، يعني نحن درسنا عن واجبات أفراد الأسرة مع بعضهم البعض، ثم درسنا عن حقوق الأب والأم، ثم حقوق الأولاد. نكون إلى هنا قد انتهينا من درسنا اليوم. بارك الله فيكم وأتمنى لكم التوفيق.